تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. موضوع آخر زميلي نصر، وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، جزروا منطقة هليوبوليس بولاية جالما خفضوا سعر لحم الغنم إلى 750 دينار جزائري لكيلوغرام الواحد، ما جعل المواطنون يتهافتون عليها حتى من المدن المجاورة مستحسنين هذه المبادرة. المزيد في التقرير فاطمة زهرة الشماخ وشاهين عزيزوية. في الوقت الذي تشهد فيه أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا كبيرا عبر مختلف ربوع ولاية الوطن، ما جعل المواطنون ينفرون عن شرائها، بادرت مجموعة من الجزارين بمدينة هليوبوليس بجلمة إلى تخفيض سعر لحم الغنم حتى 750 دينار. جزارة جلمة هاوس يديو في الناجة 500 مليون، احنا نخدموها ب 50 و 100 الف، نخدم 10 نصور 500 ولا 600 الف ونخدم زوج كابيات وثلاث كابيات. السوق طلع طالعين، لكن هبطوا مضبوط، هبطوا على المواطنين كل المواطنين. درك كيما نقولوا هنا كان الحم 100 و 120، ايه درك قبل كنا نبيع زوز ثلاثه في النهار، ودرك ب 75 نفس الحم بعد، وشي نقص الفايده على قبل مي ماليش مليحه. هذه المبادرة الفريدة من نوعها لقيت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، ما جعلهم يتهافتون على اقتنائها بكميات معتبرة لتخزينها لشهر رمضان خوفا من ارتفاعها مجددا. احنا جينا من عنابة، عجل السوم طايح، وكون يقعد لنا السوم هكا حتى رمضان، وما ليه مساعدينا، عندنا الصوارد ندو ما عندناش ندو. احنا نديو في اللحم هذا بنخبيوه رمضان على جال السعر تاعو المنخفض، نتمناو هذه الاسعار تبقى في رمضان في متناول الجميع ان شاء الله. الإبقاء على السعر الثابت للحوم هو ما يتعهد به جزار المنطقة رغم ما يعانون من نقص الدعم في هذه الشعبة. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.